فلا مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. ومرة أخرى فاطمة، شكرا صحة، شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 33، الصغرى 23، الإسكندرية 30، 21، مطروح 26، 17، بورسعيد 25، 18، الإسماعيلية 33، 19، وجوها حار. بالنسبة للسويس 33-20، العريش 26-18، طابة 34-20، شرم الشيخ 37-26، الغردقة 37-26، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 42-27، أسوان 43-27، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 33-24، حلايب 32-24، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.